السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي فاتي فليفر. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ودائما لمحبي الطبيعة الخضراء، الطبيعة الجميلة، طبيعة بكندا وبالضبط بمقاطعة بريتش كولومبيا. فاليوم ان شاء الله غادي اديكم معايا لواحد البلاصة غزالة، فخليكم معايا باش تكتشفوها. فانا كما كتشوفوا من خلال الفيديوهات ديالي تنحاول انني نتقاسم معكم بعض الاماكن الجميله اللي كاينه في كندا. فطبعا الطبيعه الكنديه لا تحد، يعني الاماكن الجميله كثيره، فانا كنحاول انني نعطي فكره على هاد الاماكن اللي كنمشيو لها باش الناس اللي ما عمرهم مشاو هاد البلايص هذا يعرفوها ويتعرفوا كذلك على الاماكن اللي يمكن يزوروها. فالفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا غادي يكون من مدينة سيكاموس. هاد المدينة هادي اللي هي صغيرة ولكن فيها ما يتشاف، فان شاء الله في هاد الفيديو غادي نديكم لبعض الاماكن اللي يمكنكم تشوفوها وتزوروها كذلك من مدينة سيكاموس. فاول انطلاقة ديال هاد الفيديو هذا غادي تكون من واحد الشاطئ غزال ديال سيكاموس، وهو اللي كيتعتبر الوجهة السياحية الاولى في هاد المدينة هادي. فغادي نخليكم مع هاد الجولة الصغيرة في سيكاموس بيتش او شاطئ سيكاموس. Thank you.
ومن الأماكن الجميلة واللي كتستحق زيارة هاد البلاصة هادي اللي كتسمى سيكاموس لوكاوت. كما كتشوفوا الطريق مضيقة ما كيدوزوش منها جوج طوموبيلات، عامرة بالغبرة وكذلك بالحجر، فمن الأحسن أن الطوموبيل تكون يعني في صحة ميكانيكية جيدة لأن الطريق كلها بحال هكذا. وغادي تشوفوا البلاصة اللي غنوصلها بلاصة جميلة كتستحق، فخليكم معايا. وهذه هي البلاصه اللي وصلنا لها كتسمى سيكاموس لوكاوت. كما كتشوفوا من هذه البلاصه هذه يمكن نشوفوا مدينه سيكاموس، وكما بان لكم داك البلونشي ديال العود فهو كيوقفوا عليه الناس كياخذوا صور فيديوهات ودايرينو، خصوصا الناس اللي كيديروا الباراشوت. فصراحه المنظر غزال وكيستحق المشاهده وكيستحق كذلك اننا نمشيو ليه، فغادي نخليكم باش تستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميله.
وطبعا اللي جا لسيكاموس ضروري خص يجي هاد البلاصه هادي. هذه مزرعه هولنديه كتسمى داتش مانديري، فحلينها العموم كما كتشوفوا هنا دايرين البلايص اللي فيها البقر، البقر الهولندي تبارك الله كما غادي تشوفوا معايا بقر كبير بزاف، وكذلك كاينين حيوانات اخرى بحال الدجاج بحال الطاووس. فهي حلينا العموم الناس يعني كيتحركوا بكل حريه وكياخذوا صور، وفيها كذلك محل اللي كيبيعوا فيه الايس كريم، ايس كريم بنين بزاف واحد المذاقات خطيره صراحه، وكذلك محل اللي كيبيعوا فيه المشتقات الحليب، فعندهم الحليب عندهم البن عندهم الزبده الفرماج. فانا كنصح الناس اللي مشوا زياره لهاد الفارم هادي ضروري ياخذوا البن، وغادي ندير معكم واحد الجوله في هاد المزرعه هادي بما فيها المحل اللي كيبيعوا فيه الايس كريم ومشتقات الحليب. وفي الجهة المقابلة لهذه المزرعة كاين هذا المحل اللي كيبيعوا فيه أنواع ديال الخضروات والفواكه.
فوصلنا إلى نهاية الفيديو. إلى عجبكم كنتمنى أنكم تشجعوني وتساندوني، وذلك بالاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، وما تنشوش تمزق، ونتلقى إن شاء الله فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.